بمسلسلة الاستهداف الممنهج للنقاط الطبية والمشافي الميدانية، قامت الطائرات الحربية قبل قليل باستهداف النقطة الطبية في بلدة معرزيتا. هذه النقطة الطبية التي كانت متخصصة بالإسعاف تم استهدافها بعدة غارات جوية قبل قليل من قبل الطائرات الحربية، مما أدى لاشتعال سيارات الإسعاف. 8 سيارات إسعاف خرجت عن الخدمة كليا، عندما يقتل المسعفون وتحرق سياراتهم. فاعلم أنك في سوريا هنا في هذا البلد حيث يتم استهداف النقاط الطبية. هذه النقطة الطبية هي النقطة الطبية التي يتم استهدافها، هي النقطة الطبية الثانية التي يتم استهدافها لهذا اليوم 27 نيسان، ليصبح عدد النقاط الطبية التي خرجت عن الخدمة بفعل القصف الجوي المتعمد من قبل الأسد وروسيا 8 نقاط طبية. ربما يتوجب علينا الابتعاد أكثر. حتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف تشتعل بالنيران، النيران تلتهم المنطقة وتلتهم سيارات الإسعاف. عدد كبير من الأطباء والمسعفين الذين كانوا متواجدين في هذه النقطة الطبية غدا بين شهيد وجريح. 3 من عناصر الدفاع المدني الذين حاولوا بعد الضربة الأولى انتشال الشهداء والجرحى تعرضوا لإصابات بفعل الاستهداف المتعمد والمقصود. الطائرات الحربية ما تزال تحل في أجواء المنطقة، ونخشى أن يتم استهداف هذه المنطقة من جديد مرة ثانية. اليوم هناك يعني قصف جنوني، قصف غير طبيعي، يتركز بشكل عنيف على النقاط الطبية على وجه التحديد بعد مشفى الجامعة في دير شرقي بريف معرة النعمان. اليوم قبل قليل تم استهداف هذه النقطة الطبية في معرزيتا. المشهد أكثر وأكبر من أن يوصف. لا يوجد جريمة أكبر من أن يتم استهداف المسعفين وسياراتهم، من أن يقتل من يحاول إنقاذ المدنيين وتتحول سياراته إلى أكوام من رماد ودخان ونار.